انا جيت. اعزائي الكرام، اعزائي الشركه، ما كاين لا ترمدين لا حتى شي حاجه، تكون انسان عايش طبيعي. وكاين بحالنا حنايا الشباب اللي تنكونوا مبليين شي شويه. كيما زهر ياك الجاج بالرجوله اخوتي، راه ما يقد عنا على اللي خلقنا والله القاسم. هو بغيت نضحك وما قديتش 35 يترمدن عليا وباقي راه بدار قفا وصل. والله اخوتي الا العربه مع الشاب الله رند. هادي واخوتي تشوفوا معي واحد المعلقه، والله القاسم الا يهربوا لكم باقي في الميكا ديالو. هذا بتطوير بأقدام كلوس بأقدام معاد، هدف تطواني كبرت على هاد الزمر من شي من 2000 تطاح بواحد الكاميو كان دايز من الطريق ودابا راه ولف. شوفوا معنا شي ناس من كوكب اخر، من كوكب الصين، راه زعما هاد ختنا هادي والله ما عندها القرزوطه الا عندها مزرعة. جاتني اخوتي والله الا بحال داك القادوش اللي كيكون مبوش وكيبقى يجرها بشويه بشويه وبحال هكا. ودابا غادي نشوفو باش يجي شي واحد يقولك تهلا فراسك وبغيلك، كيقولك تهلا بشعر. وشعير اصاحبي الله بغيتي تهلا فراسك وتهلا في الجسم ديالك، كل شعير. ناكل شعير انا حمار، نضرب الحوت والكروفيط والكالامار شي حاجه ناضيه تقول لي كل شيء قولوا انت نيت لي دابا الكوبل ديال العربه. وقول لي يا اخي نزار، كي دوزتي المده السجنيه ديالك واش كان عندك شي مشاكل تما داخل السجن ولا لا؟ التجربه ديالي اللي كدوزت داخل المؤسسه السجنيه اش غادي نقول لك، هي ايجابيه من واحد الناحيه وسلبيه من واحد الناحيه. ايجابيه يعني حاولت نبين للناس اي واحد كيبغي يحفر ليا راه كيطيح في الحفره قبل ما نطيح فيها انايا. عاود كيفاش كنت عايش في الحبس؟ عايش معزز مكرم تعم يا زغبي تكرفستي هاد 7 شهور هادي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وقول لي كي دوزتيها وقلعت على الناس؟ والحمد لله دوزنا السجن ديالنا غير لانطريمون والصلاه والعباده، وحاولنا نستافدوا من الله. اخوتي لا بالقسم بالله، انتم بس عرفوا على سبيل سمعوا شنو غادي يقول. مدينة الخميسات تحيه لذاك السجن بعدا، يعني حبس الله يعمرها دار. ايلي حبس لي احسن حبس، ما بغيتش نتعمق في هذا الموضوع. بلا ما تعمقوا الا راه عارفينك اخي نزار، واش تقول لك انت تا هو شاف الشومبار وانت اللي كنت مكلمها وتدور الساروت، انت اللي كانوا عاطينك الموظف الساروت، عارفين كل شيء تبارك الله عليك. يا قولي شدوك على الكيف ولا على الحشيش؟ التهم اللي بقيت عاقل عليهم معاك كانوا بزاف. إهانة ضابطة قضائية، تبليغ بجريمة يعلم بحدوثها، يعلم بعدم حدوثها، نشر وتوزيع ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، تشهير بلاتي. المهم الحقاش دابا حاليا وليت إنسان قانوني وما راه توهم بزاف، ولاني والله أقول القضية كانت عندك شابك يا ولد الحاج. وقول لي ما كنت تخرج تطلق القرط سايكو طوبيس. وقول لي في المصروف كي كنت كدير، وقال لك كنت كتزير ولد الحاج، وقال القضيه كانت عندك واكهه كثار مني. تخيل معي لدرجتين ما كيوصلنيش الفلوس في الوقت، لانه كانت كتوصلني 1000 درهم كل سيمانه. شدك المصيبه لهذ المشاكل كامله، دخل سوق راسك وبعد من المشاكل اصاحبي. نقولها على طريق مراتي مشيت للحبس، ولاني بلاتي انا نهضر معكم على ديك الوقت حاقد على المراه، ما بغيتش نشرح للبيبليك اشنو كاين، ولكن دابا ملي غنهضروا في اللالوا المراه تقيدات عجدها تقيد بنادم يدير عقله. صافي قلت لها بعدي من دوك الناس راه كون لقيت فيهم الخير كون بقيت معاهم، فهمتيني؟ المراه نيه
نيت الله. آخر خبر في شان تاني، رافقتكم السلام وستر مولانا، سلموا على الفاميلة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.